مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أتمنى تكونون بخير. أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد في قناة الاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية. اليوم راح نتكلم عن إدراج عملة BXP Point Pay في منصة مركزية، هي منصة بيت جلوبال. طبعا العملة راح تندرج يوم 31/8 راح تنزل للتداول. غدا راح يكون الاستقبال في المنصة. طبعا حاليا احنا في بوينت باي اب، تطبيق البوينت باي. طبعا نحتاج نروح للجوجل. طبعا ندخل من الجوجل، طبعا هذه ندخل من الجوجل. اول شيء حاليا احنا داخلين في موقع بوينت باي، دخلنا من الجوجل بالحساب ايميل وباسورد نفس اللي سجلت به بالتطبيق، تدخل به عن طريق جوجل. بعد ذلك طبعا لازم يكون عندك رصيد من عملة الاثيريوم، تحتاج رصيد من عملة الاثيريوم لكي تستطيع نقل عملة PXP من موقع العملة الى منصة بيت جلوبال. طبعا نروح للمنصة، اللي يحب يسجل بالمنصة راح أخلي لكم الرابط. طبعا تدخل تضغط على ريجسترر وتكتب ايميل وباسورد، وايضا تضغط على سيند كود، ترسل الكود. طبعا تخلي ايميلك وبعد ذلك تضغط على كلمة سيند ارسال، وبعد ذلك تخلي باسورد وتأكيد الباسورد وتضغط على كلمة I have read. طبعا راح يدزولك كود البريدك الالكتروني، تجيبه تخليه هنا. هذا طبعا كل شيء عن التسجيل. بعد ذلك توثق، تدخل تسوي لوج ان وتوثق المنصة. طبعا طريقة جدا سهلة. طبعا نرجع للموقع، موقع عملة بوينت باي. تحتاجون عملة الاثيريوم على مود تقدر ترسل العملة من الموقع الى منصة بيت جلوبال. طبعا تجي تضغط على البنك، هنا تختار بنك، بعد ذلك تجي تضغط على الاثيريوم مثل ما تشوفون ديبوز. طبعا عندك ماي تشيك اكاونت وعندك ماي سيفينج اكاونت، يعني نفس الشيء، تختار ماي تشيك اكاونت وتختار ديبوز. بعد ذلك تاخذ هذا العنوان، تسوي له كوبي وترسل اثيريوم الى هذا الادريس. راح يكون عندك اثيريوم طبعا هنا في الموقع. بعد ذلك تستطيع ارسال عملاتك الى منصة بيت جلوبال. طبعا تروح على ماي سيف اكاونت. طبعا انا مالاتي البي اكس بي بالماي سيف اكاونت خالهم. طبعا نرجع نختار بي اكس بي. حاليا احنا بالاثيريوم مثل ما تشوفون، ننزل في الاسفل نختار البي اكس بي. هاي البي اكس بي طبعا تسوي بعدين. بعد ذلك طبعا تختار وين عندك انت الرصيد، بالتشيكينج اكاونت لو ماي سيفينج اكاونت، تختار ماي سيفينج اكاونت. بعد ذلك تقول له وذ درو، تريد تسحب هاي عملاتك الى المنصة، تقول له وذ درو. طبعا تجيب لازم عنوان، العنوان من المنصة، غدا راح ينفتح طبعا، وتخلي العنوان هنا الادريس، وهنا تختار الكمية اللي تريد تسحبها. على سبيل المثال 5000 عملة، المبلغ الموجود كله حاليا هو عندي 5056، هاي يطلع لك بالدولار. وهنا تخلي الادريس وبعد ذلك تضغط على كلمة withdraw، يدز لك تأكيد ايضا للبريد الالكتروني. طبعا المنصة، نرجع للمنصة. بعد ما تدخل للمنصة طبعا راح يظهر لك بهذا الشكل، هاي شكل المنصة من تسجل بيها. هاي مثل ما تشوفون هنا قايل لك PXP listing. غدا راح ينفتح الاستقبال، تقدر تسوي ديبوز طبعا باكر ساعة ب15 اللي هي بـ3 بالتوقيت العالمي OTC، يعني تقدر تخلي العملات هنا، تدخل تسوي ديبوز، تاخذ الادريس من هذه المنصة، ادريس PXP، تاخذ الادريس وتروح تسحب من الموقع وترسل من الموقع الى
إلى هذه المنصة، منصة بيت جلوبال. طبعا غدا 30/8 رح يكون استقبال، وبعد غد يوم 31 ساعة بالـ16 UTC رح يكون يبدأ التداول. تقدر تتداول اللي هو يوم 31 غدا الاستقبال في المنصة، استقبال عملات، وبعد غد يبدأ التداول. طبعا منصة هي سهلة، طبعا أيضا تقدر تسوي توثيق الهوية، طبعا جدا مهم لازم توثق الهوية على مود تقدر تسحب تنقل كل شيء بسهولة وبدون يعني أي متاعب. تقريبا هذا كان شرح بسيط عن عملية نقل عملة BXP من الموقع إلى المنصة. طبعا عملة BXP تقدر أيضا تأخذها وتنزلها في محفظتك الخاصة. على سبيل المثال تريد تسحبها إلى تروست وولت أو إلى ميتا ماسك تقدر أيضا. طبعا العملة مبنية على شبكة الأثيريوم، راح أخلي لكم الرابط العملة، عقد العملة، بالإضافة إلى معلومات العملة في قناة التليجرام. تأخذها وتنزلها، تقدر تسوي العملة في المحفظة وترسل من الموقع إلى المحفظة. يعني أنت على سبيل المثال ما حاب تتداول، تريد تنقل العملة للمحفظة مالتك، تقدر أيضا تنقل العملة لمحفظتك طبعا، ومو شرط يعني تدزها للمنصة. ما تريد حاليا تتداول، تريد تخزنها تبقيها. طبعا أيضا أكو ستيكينج، تقدر تسوي ستيكينج بالعملة مثل ما تشوفون، تخزنها بالموقع. يعني على سبيل المثال تختار، يقول لك هاي الستيكينج تريد من أي حساب، سيفينج أكاونت التوفير أو الحساب الفوري، تختار سيفينج أكاونت. يعني تختار، يقول لك إيش قد تريد، مثلا تريد تسوي خلينا نقول 5000 اللي تسوي لهن ستيكينج إغلاق. طبعا عندك هنا 20% في 3 أشهر في السنة. طبعا هنا 6 أشهر تخزنهن يعطيك 30% في السنة، وهنا مثلا تقول له أريد لمدة سنة تسوي لي التخزين يعطيك 40% بالسنة. وبعد ذلك تضغط على كلمة continue، راح يصير لهن ستيكينج في الموقع. يعني راح تخزن المبلغ اللي عندك وتأخذ عليه عملات إضافية. طبعا هاي الطريقة جدا سهلة، وطريقة السحب أيضا سهلة، بس لازم يكون عندك أثيريوم في الموقع على مود تقدر تسحب عملاتك، لأن هذا الأثيريوم راح يكون رسوم. تقدر تسحب عملاتك من الموقع إلى المنصة أو من الموقع إلى محفظتك الخاصة. طبعا عملة أيضا موجودة في يوني سواب اللي يقدر يبيع، طبعا من محفظة روسول تقدر تبيعها على يوني سواب، ولكن السعر 20 سنت حاليا، يعني السعر مو كلش غالي. تقدر احتمال باكر يصعد السعر أكثر، أو تقدر تنتظر عليها، هذا الشيء خاص لك، أو تقدر تبيع نص وتخلي نص. يعني هذا الشيء اللي حبينا نوصله لكم عن عملة BXP وإدراجها في هذه المنصة. طبعا راح أخلي لكم روابط، رابط المنصة تقدر تسجل بالمنصة، بالإضافة إلى أيضا أخلي لكم عقد عملة BXP اللي يريد يفعل العملة في المحفظة أو ينقلها إلى محفظته. طبعا لا تنسون دعم القناة بلايك وكومنت وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. مع السلامة.